أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. نعم، المصدر يسمونه المفعول المطلق، يقال له المصدر ويقال له المفعول المطلق. مثل لما تقول ضرب يضرب ضربا، نجح ينجح نجاحا، أكل يأكل أكلا، التصريف الثالث دائما، التصريف الثالث من الفعل، هذا الكل يعرفه. طيب، نظر ينظر نظرا، وهكذا هذا يسمى المصدر، هذا يسمى المصدر أو التصريف الثالث من الفعل، أو يسمونه المفعول المطلق، هذا أيضا من المنصوبات. نعم. وهو قسمان، لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. نعم، يعني بعضه لفظي بعضه معنوي حسب كلامك أنت، أنت تجعله لفظيا تجعله معنويا، تقول قتلته قتلا، ضربته ضربا، أحيانا تقول ضربته غسلا، يعني شنو؟ غسلت شراعه، صح ولا لا؟ ضربته غسلا يعني ضربته ضربا، يفهمك أنك ضربته ضربا. جلست جلوسا لفظي، لكن جلست قعودا اختلفت الكلمة لكن المعنى تغير، ما تغير المعنى. وقفت وقوفا تغير المعنى، ما تغير، تغير اللفظ، وقفت وقوفا ما تغير، لكن وقفت قياما لكن المعنى واضح. فهذا مقصود المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، أنه إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا يدل على اللفظ، إما أن يكون ملفوظا وإما أن يكون. طيب، من الذي يقرر أريده لفظا أريده معنى؟ المتكلم. المتكلم تريد أن تؤكد كلامك هذا زين بالمصدر باللفظ نفسه أو بمعنى يدل على اللفظ، في كل هذه يتبعه. نعم.